الامتحان خالص من الامتحان بتاعنا. الامتحان بتاعنا رسم بس. عايزين نرسم الخط ده. رقم واحد ايه هي؟ ده وصلنا ده وده ونصفنا يبقى برضو ام دي خطوة رقم واحد المسافة دي قد المسافة دي. ستيب بي ارسم دايرة
كان هناك الدايره في دي نقطه التماس على طول، هنا لا. بعد كده برسم جوه الدايره الكبيره دايره نص قطرها، الفرق بين نص قطر الدايره دي. تمام؟ انا هقسمها، بصوا لي بس دي هقسمها وكبرها هنا. زي جوه الدايره الكبيره هنا برسم دايره ثانيه نص قطرها الفرق. اقول تاني؟ طب اكتبوا اللي مش عارفه، انا هقول حاجه.